طبعا احنا في الشتاء والبنجر كتير جدا في السوق، فقلت اجيب بنجر كده واعمل ايه سلطة عشان الانيميا، وبدل ما الواحد بياخد حديد كلنا عندنا انيميا اصلا، بنات واطفال وحوامل وكلنا عندنا انيميا، فقلت ايه هعمل السلطة دي كده اقعد كده اكلها، عشان بصراحة الانيميا قليلة قوي، انتوا عارفين نقص الحديد طبعا ايه بيحسس الواحد بدوخة، وتحسي ان انتي مش قادرة تعملي حاجة ومن اقل مجهود بتتعبي، فطبعا ايه نقص الهيموجلوبين ده في الدم او فقر الدم يعني وحش قوي. جبت بنجر وسلقته وقشرته كده زي ما انتوا شفتوا، وقعدت اقطعه كده، تقطعوه بقى عايزين تقطعوه مكعبات، تقطعوه كده شرايح زي تفاح، انا بحب اقطعه كده عشان ايه باكله بالشوكة، بس قعدت اقطع كده فيه. طبعا انتي لما بتسلقيه ما اسلقيه بحاله، سخسليه طبعا عشان ايه بتغسليه من الطينة، عشان هو بيبقى فيه طينة كتير، فانتي لما بتغسليه الاول ايه تطلع طبعا مية السلق لما بيتسلق بالطينة فممكن الطينة تخش جواه، فلا يعني بس بتسلقيه بقشرته عشان هو بيبقى سهل التقشير بعد ما بيتسلق، بس بيطلعوا بقى كمية كبيرة جدا كده زي دي. طبعا انا مش هاكل كل ده، وهو ده بيبقى طعمه حلو بالطريقة دي، السلطة بتتعمل في المطاعم كل حاجة، بس اللون ده نعمله روج وتنت وكل حاجة تنت طبيعي، بس قعدت اقطع تخين بقى، تقطعي رفيع مكعبات شرايح كده، شرايح ارفع براحتك، بس انا بحبه كده زي ما بقولكوا كده. بس خلصت الكمية كلها، وبعدين ايه تحطيه بقى في طبق حلو كده، تحطيه في علبة بقى عشان تشيلي بقيته في التلاجة، حطيته في الطبق ده كده بس عشان اوريهولكوا، وبعدين ايه بعد ما اكل منه هحط بقيته في علبة عشان ايه اشيله في التلاجة، بس تعصري عليه ليمون عشان هو مع طعمه مع المزازة بتاعت الليمون بيبقى طعمه حلو قوي، بس تحطي عسل طبعا عشان ايه يحلي طبعا هو طعمه يعني مش هنقول ان هو احسن حاجة يعني، بس ايه نستحمل عشان مفيد. وانا مش باكل السلطة دي طبعا كل يوم، ياريت ايه تعملوها وتاكلوها كل يوم هيبقى طبعا ايه احسن بكتير. بس حطيت رشة ملح كده وفلفل حبة بسيطة يعني مع العسل كده بيبقى حلو الملح، بس وكليها بقى وايه انسي الانيميا خالص.